شكرا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. محمد السريري هذا؟ هو هذا، شكون معاه؟ امين الله يحفظك. امين. الجزائر، شحال في عمرك؟ 20 سنة. مصاحب مع شي بنت في المغرب ولا؟ ايه. شنو سميتها؟ فوزية. ايه. من شنو مدينة في المغرب؟ هي وشحال في عمرها؟ 19 18. واخا سيدي، شحال وانت معاها؟ هادي واحد العامين هكذا. اوكي، عطينا الرقم ديالها. 06 بلاتي 06 اها ا ايه ايه عاود لي الرقم. زيد 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 26. يلا ما تقدرش نقولها لك. جزائري ومغربية. الو الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، الأنسة فوزية هذه. مرحبا بك. صافا لالا فوزية؟ بخير تحياتي لك. نهار كبير هذا فوزية. معك سي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايتك مفرجة في برنامج ديالي فوزية ولا لا؟ مرحبا بك فوزية. مدينة وجدة، سن 18 19 سنة. فوزية مدينة وجدة، سن 18 19 سنة. نعم. فوزية، انت حاليا راك معنا على المباشر. اوكي، جانا واحد الاتصال من عند واحد السيد من مدينة وجدة، هو اللي عطاني الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصل بك. هو حاليا كذلك هو راه معنا. خليك معايا، خليك يا ودي. غير سكت فمك. الجزائر ولاش؟ انا نقول الجزائر راه غتعرفك. يلا دابا الا كانت سمعات راه ما دار والو، ما كتنقز ودي مالك. شنو نديرو مع هذا دابا؟ شوف غير سكت، الا كانت سمعاتك صافي راه غنقطع. فوزية السلام عليكم. سمعتيني شنو قلت لك ولا لا؟ قلت لك جانا واحد الاتصال عند واحد السيد ساكن في مدينة وجدة، هو اللي عطاني الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. قال لنا بلي انت وياه في علاقة حب مع بعضياتكم وناوي معاك الحلال ان شاء الله، وعنده ليك واحد المفاجأة. اوكي، انا غادي ندوزو لك فوزية. اوكي، كنظن بلي راك عرفتي شكون. انت حاليا دايره علاقة حب في حياتك ولا لا؟ لا. بصفة نهائية؟ بصفة نهائية. القلب خاوي؟ والله الا بردتي لي قلبي. وي بردتي لي قلبي الصراحة. يلا هضر معاها دابا، تنقز هضر. فوزية تحياتي لك. تحياتي لك. صافي راه قطع. هذا واحد سميتو امين من الجزائر. شنو؟ واحد لم سميتو امين من الجزائر. عرفت؟ هناك الله احسن. تحياتي لك اختي. ما يشرفكش تكوني مع هذا نيت. الو